هنا بقى هقف معلش يا دكتور. اولا تقول لي الخط الساخن رقمه كام معلش عشان احطه على الشاشه برضو. 15 3 3 5 15 3 3 5 ده الخط الساخن اللي نتصل بيه اولا عشان تعرف ميعاد المواعيد المركز قد من امتى لامتى فترتب نفسك، او لو عايز تغير مثلا افرض الميعاد ده مش ملائم او انا خارج المحافظه او كده ممكن تغير عن طريق الخط الساخن. هل على اونلاين في خانه او في مكان اقدر اقول فيه ان الميعاد ده مش مناسبني او اليوم ده مش مناسبني؟ مظبوط، هو لو دخل اي شخص على الموقع الالكتروني هيبقى في ظاهر عليه على الشاشه الرئيسيه يا اما تسجيل لو هو بيسجل لاول مره، او متابعه. المتابعه دي علشان يتراك او يتتبع الطلب بتاعه، هل الميعاد جه عليه ولا لا، هل هو محتاج يغير الميعاد. في الحاله دي بيطلب، لو هو الميعاد مش مناسبه بيدوس على حاجه اسمها الغاء الحجز، وبعد كده بيدوس على حاجه اسمها تنشيط الحجز. ليه الغاء الحجز واعاده التنشيط؟ لان بعض الاشخاص ممكن الميعاد اللي يجي لهم يكون لا قدر الله جاله كورونا في الوقت ده، او عنده انفلونزا او عنده اعراض، فمش هيكون مناسب ان هو ياخد التطعيم في الوقت ده. فبنسيب له حريه ان هو ينشط الحجز وقت ما ظروفه تتحسن، لو كان مسافر يكون رجع، او لو كان مريض يكون خف، بحيث ان هو يقدر ينشط الحجز ده، وبتزال صفه الاولويه اللي تم الاختيار بيها. يعني ده مش بيرجعه ان هو ياخد ميعاد من اول وجديد بالظبط، لا ده بيحدد له الميعاد بسرعه، لان هو كان خلاص يعتبر من الاولويات اللي تستحق التطعيم في الوقت ده. ولو ما عرفش يعمل ده اونلاين ممكن يكلم الخط الساخن وهم يظبطوا له ده. بالظبط، بس لازم يكون معايا رقم البطاقه بتاعته علشان اتاكد من البيانات للتعديل.